فاس المدينة اللي خلقت فيها وكبرت فيها، ضاوية بالسماء ديالها الزرقاء. جيت اليوم نعيش آخر نهار من شهر شعبان فيها، وندخلوا إن شاء الله سيدنا رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالخير والتيسير. من باب بوجلود بدينا من الألوان الزرقاء ديالها للسماء الزرقاء، والناس كلها ترحب بينا. شهيوة رمضان موجودة في باب بوجلود وفي أي بلاصة في المدينة القديمة، الشباكية، المخرقة، بريوة اللوز، سلو، الخليع، الرغيفة، جميع الأشكال والأنواع والألوان. وما يمكنش كل زائر داز من هنا ما يدوقش وما يشوفش هاد الجمال الصانع التقليدي المغربي، وشنو كيبدع في هاد الحلويات. النفس تتشهى وسيدنا رمضان فرحانين كاملين، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحة والسلامة. كل شيء رحب بينا وكل شيء يعطينا نذوقه من هذه الحلويات الغزالة، الله يعطيهم الصحة. في دروب المدينة تفكرت ميمة وتفكرت لالا، تخيلت بيبان الدار كيف كانوا، والدروب ديالها كلها كتفسح النفس وكتريحها. الله الله للصانع التقليدي، ومنعود الليمون وشنو دارت ليديدات باش الكوزينات ديالنا يكونوا تقليديين، الله يعطيكم الصحة. ومن الصباغين مشينا ألوان الصباغة في كل مكان، بحال شي لوحة مرسومة وانت غادي والنفس كترتاح. كل خطوة كتردك سنوات للوراء وتذكر الأجداد والأيام الزوينة اللي كبرنا فيها في المدينة القديمة فاس. وما ننساوش هاد الأشعة الذهبية ديال الشميشة اللي كتهتز مدينة فاس، روعة روعة. فصل الربيع قبل وهذا الزهر جا وقتو، والتقطار بداو الناس يقطرو. اش منك يا ورد، اش منك يا بابونج، اش منك يا زهر. الحمد لله الخير للبلاد كيف ما قال لي هذا المعلم. هاي البلاد الحمد لله. بحال اللي جالس في شي بلاصه ديال النزاهه وتمتع ليه مع رصاصك، واحد الريحه ديال الزهر فايحه ما يمكنش ما تاخذش من عنده الزهر. وهنا لوحه لوحه فنيه رائعه ديال التحامضات بشتى انواعها، من الزيتون الليمون، ما يمكنش العين ما ترتاحش وانت كتشوف هاد اللوحة الفنية اللي كلها ألوان، الله يعطيهم الصحة باش يمكن لهم يقدموها للزائر بواحد الصورة جميلة.
في هذه المنطقة ديال الرصيف اللي كنسميها انا مكان الموحمات، يعني حتى اللي بغى يحس براسو كيتوحم يجي لهنايا. وعلى غفلة دخلت عند خويا الطاهر نشم الريحة ديال الخليل. الصحة والسلام ورزيق والتيسير، والترادة دايرة خدمتها وبداك الهديدات ديالها تبارك الله كتبدع وكتوجد. الله 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 الله، شوف الورقة كي دايرة، شوف شوف شوف، تشهى تاكلها وهي غير هاك. سوقها عمار الناس عاولت وانا ما عندي عوين. ايه هاد المعلمة ما نساتش انا سيدي. بسم الله بسم الله. نعم سيدي الله يعطيك الصحة، ذقتها ما عندي ما نقول، الله يعطيهم الصحة. ايوا هافاس كلشي كيوجد لرمضان. ايوا اراك الشهيوات، يالله العيالات عاد ترادات، يالله وجدوا راسكم واجيو تاخذوا التريد، اراكم الشهيوات في شهر رمضان. ايوا يلا المعلمة راه بغاتهم قروشين شي شويه ويكونوا طايبين مزيان. يلاه لالا ديري لها خاطرها وصوب لها شي حاجه فعلا تركه من الجديدات ديالك، الله يعطيك الصحه. وما يمكنش ما تمشيش لفاس وما تزورش واحد المكان رائع، سنفونية عالمية كتعزف كل نهار في هذا المكان. الصفارين بلاصة النحاس وبلاصة الطناجر الكبار اللي كيطيبوا بهم الخليع، سولتهم قالوا لي كيتكراو، وها هما رادينها لهم بالخليع ديالهم مازال لي دم في الطنجرة أو لا الطنجير. وهنا المعلم بدا في السيمفونية ديالو وأنا نسولو علاش أسيدي تدي لها هكا، فقال لي باش كتصحح وكتشد راسها وكتولي طنجرة صحيحة. إوا قلت له يلا اعزف مع راسك. انا سيدي على ابداعات الصناع التقليديين ما شاء الله عليهم، الفن صوت وصورة. الله 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 الله. ايوا سيدي رجعنا الباب بوجلود وحنا خارجين، باللون الخضر ديالها الغروب الشمس ديالها اصفر. فاس المدينة اللي ما يمكنش اللي يجيها وما يعشقهاش، وبفصل الربيع خضرت وزيانت، وهنا واحد الهواء غزال من الجهة الاخرى للمدينة. هدا هدا اسعد، هاد البلاصة ما تستاهل غير شي كاس ديال القهوة يكون غزال. وانا نصادفو تما بنفس المكان. يلا المعلم شي قهوة فعلا تركب يدك
ونشوفوها في هذا المنظر الزويل الغزال. الله الله عليك فاس، الله الله عليك مدينتي. وهكا داز النهار ديالي في المدينة القديمة. بسلامتكم عليها.